بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكو بكل الناس اللي موجودين وبالجروب المحترم. مبسوط إن أنا بشوفكو تاني إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله هنتكلم النهاردة عن موضوع، وهقول لكم فكرة الموضوع ده جات إزاي. استنى شوية كده لغاية بس ما نطمن الكونكشن تمام والناس معانا. طيب هنبدأ. هي فكرة الموضوع النهاردة جات إن في دكتورة زميلة عزيزة اسمها دكتورة ابتسام الديب سألت على الجروب عندنا، الجروب بتاع طنطا بتاعنا اللي هو بتاع الدراسات العليا، فسألت على حالات الأنجيوديما بتعاملوا معاها إزاي وبتتصرفوا معاها إزاي وإيه الحاجات اللي بتتعمل. فبصراحة أنا رديت عليها، كانت عليها متأخر شوية ما كنتش عارف أرد عليها على طول، وقلت لها خلاص هرد عليك، أنا عندي فكرة عن أنجيوديما وقارين وعارفينها، بس عشان قبل ما أقول أي معلومات فكنت هراجع الموضوع تاني بحيث إن إحنا لما نقوله للناس نقل المعلومة صح. فلما قريت الموضوع لقيت إن الموضوع واسع أوي حبتين تلاتة يعني، فقلت لها لأ، هو مش هينفع كده إن إحنا نعمله ككومنت أو ككتابة، لازم ان احنا نحاول لو نقوله كمحاضره احسن. وكلمت الدكتوره امل في الفريدر وظبطنا معاها ميعاد ان احنا نتكلم النهارده عن حالات الانجيوديما. من حالات الانجيوديما مش كومن قوي زي حالات الارتكاريا، بس كلنا شفناها وبنشوفها، فهنحاول النهارده نحاول نحط كده زي سكيدول او زي سكيم فروم كلينيكال بوينت اوف فيو نمشي عليه ازاي لما نقابل حاله انجيوديما. مش هنتكلم في ديتيلز قوي في النظري لان الكلام فيها ملعبك شويه، هنقول بس الحاجات اللي تهمنا، وهنتكلم عن مينلي على الكلينيكال وهاو تو ديل مع الحالات دي. ان شاء الله اول حاجه كده هنشوف الصوره دي. طبعا لما حالة زي كده أي حد لما يشوفها diagnosis very very easy simple إن دي حالة أنجيوديما، هو بس في حالة زي كده أول ما أشوفها أتأكد بس من التشخيص إن دي فعلا أنجيوديما، يعني بمنتهى البساطة يعني إن حالة زي كده ما تقولكش مثلا بقالها معايا مثلا 3 4 شهور زي ما هي ثابتة كده وتبقى دي أنجيوديما، لا تقولك والله دي جاية بقالها فترة مثلا كذا ساعة او بقالها يوم او بقالها يومين، تمام. وبتساعد بتتكرر، ممكن تكون بتتكرر، يعني في كريتيريا هنتكلم عليها نتاكد بس من تشخيصك ان ده انجيوديما. قبل ما نخش بقى في الديتيلز بتاعت هاو تو ديل وان الحاله دي شفتها اتصرف معاها ازاي والستبس كده واحد اتنين، اعرف الاول بس كلمتين صغيرين كده. دكتوره ابتسام الديب الاول، انا قلت قبل ما انت تيجي المقدمه الموضوع جه ازاي، وطبعا الشكر ليك يعني ان احنا يعني انت تريجر ان الموضوع ده نبدا نتكلم فيه ان شاء الله. فالتعريف الانجيوديما swelling of the deep dermis and subcutaneous tissue mucosal and submucosal، وبيحصل فيها vasodilation increase الايه الفاسكولار بيرميبيليتي، بتحصل mainly زي ما احنا مثلا شفنا في الصوره دي في اللبس في الاي ليد، ممكن تحصل في جيتاليا، ممكن تحصل في الفيس عامه، ممكن تحصل حتى في السكان بتاع الهاند والفيد، بس ان 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 ديبر ليفل، وبالتالي ما يبانش بقى لويل ولا كده، بيبان لنا بس ايه قديم. وقلنا ان الكريتيريا بتاعتها دايما بنقول ان هي بتحصل في خلال فتره قصيره، يعني ممكن تقول لك ده جاي بقى لها ساعتين ثلاثه، ممكن نص يوم، ممكن بقى لها يوم او بقى لها يومين، بتزيد بالتدريج. وكتير منها قوي تلاقيها يقول لك ده بتتكرر عليا كل فتره، تمام. يبقى ده اول تعريف. برضو قبل ما نخش بقى كلمتين صغيرين قوي عن انواع الانجيوديما وهنتكلم عليهم ازاي نعرف نعمل لهم تفصيل او التفريق ما بينهم. الانجيوديما هما في نوعين اساسيين، هيريديتري انجيوديما
وفي اكوايرد انجيوديما. والهيريديتري انجيوديما ان هي في حاجه اللي هو اسمه السي 1 استريز انهبيتور، الكومبوننت ده بيبقى فيه مشكله، سواء المشكله دي بقى زي ما هنشوف دلوقتي هل هو الليفل ولا الفانكشن ولا ايه، بس في مشكله في المولكيول ده اللي هو السي 1 استريز انهبيتور. دي الهيرديتر وهنتكلم عليها بانواعها، بشخصها ازاي، بعالجها ازاي، بكل حاجه. وهي منها في منها ثلاث انواع. الاكوايرد في عندي ممكن يكون السي 1 استريز ده ديفيشنسي او في مشكله بس بصوره اكوايرد مش حاجه هيرديتري، ودي رير شويه، او ممكن تكون دراج ريليتد، ممكن تكون نتيجه دراجز معينه. ايديوباثيك زي ما انتم عارفين معظم حاجات في الطب ايديوباثيك مش في الجلد، فممكن تكون الحكايه ايديوباثيك، تكون اكوايرد انجيو بس ايديوباثيك. والايديوباثيك دي زي ما هنتكلم دلوقتي كلمتين ان ممكن تكون ريليتد للهستامين او بيسموها هيستامينرجيك يعني، او ريليتد للكاينين بيسموها كاينرجيك او كاينرجيك. يبقى دي اول حاجه اعرفها، عرفت التعريف. بعد التعريف عرفت برودلي خالص كده العناوين الرئيسيه من غير ديتيلز، ان في عندي هيريتري انجي ديما وفي عندي اكوايرد، عرفنا منها في ثلاث انواع وفي مشكله في السي 1 تريز انهبيتور، المولكيول ده فيه مشكله هنتكلم دلوقتي بتفاصيله. والاكوايرد اما اكوايرد مشكله في السي 1 استريز برضه، او دراج ريليتد وهنتكلم عن دراجز دلوقتي، او ايديوباثيك سواء ريليتد للهستامين او ريليتد للكاينين او البرادكينين. النقطه الثالثه اللي عايزين نعرفها برضه، الانجيديما بتبقى معموله بميديتور زي الارتكاريا، زي حاجات كتيره بتبقى في ميديتور هو السبب الرئيسي في الموضوع. والميديتور المشهور اللي عارفينه كلنا اللي هو الهستامين. الهستامين دون حالات كتير من الانجيديما بتبقى بيسموها هيستامينرجيك انجيديما، يعني ريليتد للهستامين ريليز. ساعات الحالات دي بتبقى انجيديما لوحدها، والاغلب والاشهر انها تبقى انجيديما وذ ارتكاريا بيسموها هيستامينرجيك انجيديما، لكن ممكن بعض حالات هيستامينرجيك تبقى تحصل انجيوديما بس لوحدها. وزي ما انتم عارفين قصه الهستامين بيرليزد من الماست سيل او اللي هو الممثل بتاعها في البيض اللي هو البيزوفيل، سواء بقى اي جي اي ميديتد امنولوجيكال او ماست سيل دي جرانيوليتر دايركتلي على طول، قصه بتاعت الارتكاريا دي. في ميديتور تاني مهم قوي في حالات الانجيوديما مهم قوي اسمه البراديكاينين، ده يعني حاجه مهمه قوي وحش كده موجود عندنا، بيسموه حتى برادكاينين ميديتد انجي اديم، او بيسموه حتى ساعات كاينرجيك انجي اديم. ده ميديتور بعيدا خالص عن الهستامين، سكه تانية خالص عن الهستامين، ولو حتى التريتمنت بيختلف خالص. وهنلاقي البرادكاينين دون داخل بقوه قوي 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 في حته الهيرديتري انجي اديم، وبرده بعض انواع من الدراج زي ما هنتكلم دلوقتي. يبقى انا عايز اعرف ان في عندي تو ميديتور اساسيين في الباثوجينيز على الانجي اديمه، هيستامين بنسميها هيستامينرجيك انجي اديمه سواء مع ارتكاريا او معاش ارتكاريا، والكاينين او البراديكاينين اللي بيسميها كاينرجيك انجي اديما، ودي قصه تانية وليها يعني سكه تانية خالص حتى في العلاج وفي التشخيص والكلام ده. اخر نقطه بقى هنعرفها قبل ما نتكلم بقى عن الحاله اتصرف معاها ازاي، الباثوفيسيولوجي. طبعا الباثوفيسيولوجي في اي حاجه بيبقى رخم، ومش عايز اقول لكم الباثوفيسيولوجي بتاع الانجي اديما واقصد بالذات اللي هي الكاينين ميديتد او الكاينرجيك عامل ازاي. طبعا لو اتكلمنا عن ديتيلز نصكم والنص اللي موجود دلوقتي هيقفل وهيمشي، النص التاني هيشتم في الجلديه واللي خلاها يشار عليه بالجلديه وهيقوم، فاحنا عايزين تبقى الامور بالنسبه لنا بسيطه كده، هنقول بوينتس صغيره اللي تهمنا في الكلينيكال. انا عايز اعرف بس فيسيولوجي بالذات اقصد بيه عشان اللي انتوا بتبقوا مركزين معانا اللي هو اللي ريليتد للبرادكاينين او الكاينرجيك. في عندي ثلاث باثوي هنقول اساميهم بس كده، في حاجه اسمها كواجيوليشن فايبرينوليتيك باثوي لو تفتكروا زمان يعني اللي هو الباثوي ده، هنفتكر من الباثوي ده في حاجه اسمها فاكتور 12 تمام، وفي حاجه اسمها كومبلمنت باثوي برضو انت عارفين الكومبلمنت بالكاسكيد والباثويز بتاعته، عايز بس منه كومبلمنت 4 وكومبلمنت 1 كيو تمام كده. وفي حاجه كمان اسمها كونتاكت باثوي عايز اعرف منه اللي هو الكاليكرين تمام، كاسم كاليكرين اعرفوا له اسم الكاليكرين ده كانزايم موجود في الباثوي دول. تلاتة باثوي دول اللي احنا قلناهم الكواجوليشن فايبرونيتك ده نمره واحد، الكومبلمنت باثوي كومبلمنت باثوي والكونتاكت باثوي، وقلنا في كل واحد افتكر كلمه كواجوليشن فايبرونيتك الفاكتور 12 في الكواجوليشن، والكومبلمنت باثوي نفتكر سي 4 وسي 1 كيو، وفي الكونتاكت باثوي نفتكر الكاليكرين. التلاته دول ليهم لينك مع بعضهم كده،
المشترك ما بينهم في اللي يهمنا يعني ان السي 1 استريز انهبيتور اللي احنا جبنا سيرته من شويه بيعمل كنترول عليهم، تمام، بيظبطهم، بيحجمهم، بيخليهم ماشيين في المسار الطبيعي. التاتا باسوي دول ليهم اند برودكت كتير قوي، بس من ضمن الاند برودكت المهمه قوي البرادكايني اللي احنا كنا لسه بنقول عليه وحش معانا كميديتور موجود. حلو، ببساطه خالص كده، لو حصل مشكله في السي 1 استريز انهبيتور مولكيول ده، الباث ويز دول هيحصل فيهم لخبطه والاند ريزلت ان البرادكاينين يزيد. تمام كده، انا مش عايز اعرف اكتر من كده. تلاته باث واي، كل باث واي هعرف فيه اسم واحد شخص معين في الباث واي ده، اعرف ان السي 1 استريز انهبيتور مولكيول بيظبط لي الدنيا، بيكنترول الدنيا، واعرف ان لو حصل لخبطه الاند برودكت بتاعت البرادكاينين اللي كان بيطلع بكميات بسيطه هيطلع بكميات زياده قوي، وبالتالي يعمل لي فاز دايلاتيشن، فاسكولار مابيرتي اند انجيدي. يبقى بس النقطه دي كده، وهنجيب سيرتها تاني واحنا بنتكلم دلوقتي، بس عشان نبقى بس اورينتد وعارفين حتى لما نيجي نتكلم على العلاج تبقى الدنيا عارفه ازاي، الدنيا ماشيه ازاي. تمام، يبقى ده عرفنا الاربع نقط اللي عرفناهم، تعريف الانجيوديما وعرفت ان الحاجه دي فعلا انجيوديما ولا لا، انواعها برودلي كده، ايه الميديوتور الاساسيين الهيستامين والبراديكاينين، وايه الباث فيسيولوجي فيري فيري شورت، مش عايز تفاصيل، عايزين تعرفوا تفاصيل بعد كده نقول لكم تفاصيل وصور وكل حاجه، بس اعرف لي الكلمتين دول عشان تبقى نعرف نكمل بعد كده. حلو قوي الكلام. الحاله بقى اللي احنا شفناها حاله انجيوديما، خلاص وتاكدنا انها انجيوديما والهيستوري معايا، ابدا باقي الخطوه بعد كده افكر فيها ازاي. اول خطوه خالص بعد ما انا قلت خلاص ان الحاله دي كلينيكال دي انجيوديما، اول حاجه اسالها للعيان دون، هل او اشوفها هل معاه ارتكاريا ولا معهوش ارتكاريا، دي اهم نقطه اعرف. دكتور هاني ابو الوفا ربنا يكرمك يا باشا، منور والله، يعني احنا بنتعلم منك دايما. اول حاجه دي نقطه مهمه جدا جدا جدا، الانجيوديما معاها ارتكاريا ولا جايه لوحدها؟ والله لو معاها ارتكاريا خير، يبقى كتر خير الدنيا قوي وريحتونا، هنمشي في سكه الارتكاريا واتكلمنا فيها قبل كده في الـ في الـ في الانجي في الارتكاريا لما كنا بنتكلم على اللينك مع الدرماتولوجي والانترنال ميديسن، ولو بقى وان شاء الله او في وقت او في يعني انتوا عندكم في كباستي هنقول نتصرف معاها ازاي. يبقى لو انجي قديمه لقيت معاها ارتكاريا هتصرف زي ما بتصرف حتى ارتكاريا، والله دي بقى دي اكيوت ولا كرونيك، بقى لها مده قد ايه، القصه دي كلها. خلاص، طب لا لقيت الانجي قديمه جايه لوحدها، يبقى دي بيسميها انجي اديما وذاوت ارتكاري، ودي بتبدا بقى الرخامه بقى هنا، تبدا الرخامه لان الحته دي ما هياش كلير قوي زي بتاعت الارتكاريا، فيج شويه وليها تصرف مختلف شويه. خلاص لقيت ان الانجي اديما دي انجي اديما من غير ارتكاري، بقيت انا دلوقتي في قصه، دلوقتي بقيت محطوط في سيكتور اسمه انجي اديما وذاوت ارتكاري، ايه الخطوه اللي بعد كده اعملها؟ اهم حاجه نقطه مهمه صغيره كده ممكن يعني تعدي علينا، بس اسال عليها بالمره عشان اخلص منها. لو قال لك والله ده لسه الانجيوديما دي جايه من ساعتين ثلاثه بس يا دوبك لسه حاجه بسيطه، اسال، ممكن تكون ريليتد لانسكت بايت، ممكن تكون ريليتد لحاجه كلها بالذات المواد الحافظه والمواد اللي هي فيها الالوان الصناعيه، تمام، ممكن فيزيكال كولد او كذا زي بتاعت الارتكاري، فممكن لو هي قريبه قوي بقالها لسه يا دوبك ساعتين ثلاثه واول مره تجيله بالمنظر ده وما جاتلوش كتيره يعني مش بقالها سنين معاه، فكر في النقطه دي، الوان صناعيه في الاكل، مواد حافظه في الاكل، حاجه قرصته ممكن تبريزنت بانجي ديما بس، ده وارد جدا، او فيزيكال زي مثلا كولد او 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 الكلام ده، مش كومن قوي بس حطهم كده على جنب وايه واعملهم اكسكلوجن كلمتين في الهيستوري. الخطوه اللي بعد كده مهم بقى جدا جدا، اسال على دراجز معينه كده لازم تسال عليهم قبل ما تصرف اي حاجه خالص، واهمهم على الاطلاق هو الدراج المشهور جدا المرعب بتاعنا اللي هو مجموعات الايس انهبيتور دراج. مجموعات الايس انهبيتور دراج ان شاء الله هنجمعها بتعمل كميه امراض في الدرماتولوجي لا تتخيلوها، امراض كتيره جدا جدا جدا، والمشكله في المجموعه دي انها مجموعه مشهوره قوي في انها بتتاخد كتير جدا وتبع التامين في علاج الضغط، مشهوره جدا جدا كابتوبريل وكابتون واخواته. فمجموعه الايس انهبيتورز لازم اي حاله انجي اديما جات لك، انت قلت خلاص اتاكدت انها انجي اديما، هنقول بس عشان خاطر يبقى الدنيا واضحه معانا، معاها ارتكاريا ولا معهاش ارتكاريا، معهاش ارتكاريا يبقى انت جيم وزود ارتكاريا. الخطوه اللي بعد كده سالت على الحاجات البسيطه انسكت بايت او لو الهيستوري قصير لسه قريب معايا ساعتين ثلاثه. الخطوه اللي بعد كده بسال على دراجز،
واهم دراج اسال عليه هو الايس انهبيتور دراجز كابتوبريل وكابتون والمجموعه دي في منتهى الاهميه، لدرجه ان في حاجه من الانجيو دي ما اسمها كده، اسمها ايس انهبيتور دراج اسوشيتد او اس انهبيتور اسوشيتد انجيوديما. ده دراج اساسي. ونقطه مهمه في الدراج ده، لو العيان بياخده لازم يوقفه. واحد يقول لك طب ما ممكن بياخده مثلا بقاله 6 شهور، في ريبورتد كيسز بقاله سنه وبيعمل انجيوديما، فدي خلصانه. لو ان حاله انجي اديما وزاد ارتكاريا وسالت ولقيت العيان ده بياخد واحده من الاس انهبيتور، وقفه. ما فيش فيها كلام، ما يقولكش ده انا بقالي سنه باخده، ممكن بعد سنه ويبدا يعمل، بقالي شهر او شهرين، والله بقاله يوم، بقاله ساعه، بقاله سنه، الدراج ده يقف خلاص طالما ان حصل انجي اديما وفي اس في الموضوع بشكل كبير قوي. هو له رول سواء بطريقه مباشره او غير مباشره، بس لازم اوقفه. خلصنا من دي. ممكن كمان اسال على النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراج والاسبرين. واحد يقول لك بس لو ديات دي هتيجي معاها ارتكاري، اه للغالب، بس ممكن بعض الحاجات دي تعمل برضه انجي اديما لوحدها. والدراج الثالث اللي ممكن الاستروجين في بعض الاحيان، يعني الاورال كونتراسيبت في بيل اشوف هي بتاخد ايه انواع، هل بتحتوي على استروجين، يستحسن لو كده اوقفها او اغيرها بنوع تاني او تغير الوسيله او ديفر. يبقى انا الخطوه الرابعه عندي سالت على دراجز اهمهم على الاطلاق ما يتنساش هو الايس انهبيتور دراجز، لازم اتاكد من الموضوع دون، ولو موجود ان شاء الله بياخده بقاله قد ايه يقف. واسال الناس سترويدال والاسبرين، لان ساعات ممكن هم يعملوا انجيوديما من غير ارتكاريا. واسال على الاستروجين، الدراجز اللي فيها استروجين واشهرهم الاورال كونتراسبتيف بيل اللي فيها استروجين. ما بياخدش الحاجات دي كلها، تمام؟ ما فيش حاجه من دي خالص، وكل دراجز زي ما فيش اي مشكله خالص. ابدا بقى شويه اخش الديتيلز في الهيستوري شويه عشان ابدا اشوف الدنيا تمشي معايا ازاي. هسأل على كام سؤال كده عشان احط نفسي، هل انا في هيريديتري ولا اكوايرد؟ هسأل بقى الانجي ديما دي في فاميلي هيستوري موجود ولا لا؟ لو لقيت فاميلي هيستوري بنسبه 75% العيان ده هيريديتري انجي ديما. ليه ما قلتش نسبه 100%؟ لان في بعض حالات بتبقى كده زي ميوتيشن كده لوحدها بتيجي من غير بص فاميلي هيستوري، لكن لو لقيته في الغالب دي هيريديتري. اسأل برضو على الاتاك بتاع الانجي ديما دي بتيجي انجي ديما بس، ولا بيجي معاها شويه سفوكيشن للرينج قديمه، ولا بيجي معانا ابدومينال بين معاها فوميتنج، يعني في هل معاها جي اي تي مانيفيستيشن كمان ولا لا؟ برضو دي لو موجوده اكتر بنسبه كبيره وهنتاكد بالانفستيجيشن ماشيه مع السكه بتاعت الانجي قديمه. الحاجه اللي بعد كده كمان بدأ معاه من امتى؟ دايما يعني معظم حالات الانجي قديمه الهيريديتري انجي قديمه بتبدا من سن صغير شويه. في ناس بتبدا في الادلت بس دايما بتلاقيها قبل سن 40 سنه بتبدا بريزنتد، ممكن من التشايلد هود كمان، وتبدا بقى موضوعات تتكرر معاه كل اسبوع، كل شهر، كل شهرين، في ناس حتى ممكن تتكرر معاه كل 6 شهور او كل سنه، لكن الانسب بتاعها بادئ صغير شويه. حاجه كمان معانا برضو ان يقول لك والله الاتاك بريسيبيتيتد ب تروما او ستريس او مجهود، بس اكتر حاجه التروما الصغيره بالذات الدنتال تروما عند دكتور اسنان او عمل حاجه في اسنانه او كده، دايما دي من الحاجات المشهوره قوي اللي ممكن برسبتيت الاتاك. الحاجات دي كلها بتمشيني اكتر في سكه ان انا ماشي مع انجي ديما، مش هقدر احلف 100% هتاكد بالانفستيجيشن، بس مشياني اكتر في سكه الانجي ديما اللي هم ايه تاني؟ ال ان الاتاك في بوست فاميلي هيستوري معايا، او ان الاتاك اسوشيت معاها جي اي تي مانيفستيشن، او الاتاك بدأ في سن صغير شويه، تمام. والحاجه الاخيره انها بريسيبيتيتد بماينور تروما او ستريس اند سو اون، هي اللي عامله الحكايه دي. كل الحاجات دي والله بتقول لي لا ده انا ماشي اكتر في السكه الريد انجي. على فكره الريد انجي دي ما هياش حاجه كومن، بس لازم احطها في بالي، لان زي ما هنشوف دلوقتي موال تاني خالص في المانجمنت والدراجز اللي بتتاخد، ولا بقى سكه الهيستامين ولا كورتيكوسترويد ولا ابنفرين ولا القصه دي كلها. يبقى تاني خطوات عشان نبقى موضوع في دماغك، حاله انجي دي ما جات لك، اول حاجه اتاكد من التشخيص، تاني حاجه اشوف معاها ارتكاريا ولا معاها ارتكاريا، يبقى نفس سكه الارتكاريا ليها سكيدول تاني، معاهاش ارتكاريا اسال هي لو بقى ساعتين ثلاثه اسال الحاجات الخفيفه، دراجز الادويه قصدي للاسف الاطعمه المواد الحافظه الفيزيكال الانسكت بايت. الحاجه اللي بعد كده اسال على الدراجز اس انهبيتور اشهرهم نايسترويدال واسبرين والاستروجين. الخطوه اللي بعد كده احاول بقى اشوف هي هيرديتري ولا لا من الكلينيكال، فاميلي هيستوري معاها جي اي تي مانيفستيشن،
بدأ في سن صغير والاتاك بريسيبيتيتد بفاكتورز معينه زي ستريس او دنتال تروما اند سو. طيب انا دلوقتي بعد اللي قلناه ده دلوقتي كلها كده الحاجات دي كلها بقى حاليا احتمالاتي بعد ما خدت كل الهيستوري ده احتمالاتي في الانجي ديما اللي عندي وبعد ما خدت الهيستوري بتاعت الانجي ديما انها تكون هيرديتري، وبالذات لو الهيستوري معايا يعني ماشي مع الحاجات الاربع حاجات اللي قلتها، او اكوايرد ايديوباثيك في الغالب يعني تمام، او انها تكون حاجه بقى اكوايرد انواع تاني. يعني القصه دلوقتي عندي اما انها هيرديتري او اكوايرد ليها علاقه بالسيونس تريز او ايديوباثيك من الاسباب اللي احنا قلناهم برودلي في الاول. طب اعمل انفستيجيشن ايه بقى؟ انا عايز بقى الدنيا تبقى كلير بالنسبه لي وتبقى واضحه. الهيستوري ممكن يقول لي لو لقيت الحاجات دي انا ماشي في سكه الهيرديتري انجي دي فانا هعمل انفستيجيشن، وممكن ما يكونش ماشي مع الحاجات دي يبقى والله طب هي اكوايرد بقى نوع اكوايرد اللي هو اكوايرد سي 1 استريز انهبيتور في مشكله، ولا هي اكوايرد ايديوباثيك، ولا ايه؟ ايه بقى الخطوه بعد كده الستيب بعد كده هنقل على انفستيجيشن. طب اعمل انفستيجيشن ايه؟ اول انفستيجيشن اعملها في الحاجات دي اللي بيسموه سكريننج وموجود ومش غالي قوي ان اعمل كومبلمنت 4. فاكرين سي 4 اللي قلناه لما قلنا افتكر الكومبلمنت باث واي ان انا عايز افتكر سي 4 وسي 1 كيو، يبقى نعمل الكومبلمنت 4. الكومبلمنت 4 ده سكريننج حلو جدا هيخليني اعرف انا طريقي ماشي فين. هعمل السي 4 احتمالاتي ايه؟ اما انه نورمال او انه يكون واطي قليل مش هيبقى عالي في الغالب، يعني في حالاتنا هنتكلم على الحالات دي، اما انه يكون نورمال ليفل او انه يكون قليل. لو لقيته قليل، لو لقيته قليل، وعلى فكره السي 4 عشان نبقى فاهمين بعمله ليه، ده يعتبر كده كحاجه ممثل مشهور للسي 1 استريز انهبيتور مولكيول. واحد يقول طب ما انا اعمل السي 1 استريز انهبيتور مولكيول وخلاص. المشكله السي 1 استريز انهبيتور مولكيول ده غالي قوي، مش موجود في معظم المعامل، ما انتش ضامن ان هو العيان هيلاقيه ولا مش هيلاقيه. فانا بعمل حاجه سكريننج تمثل لي او تعبر عن السي 1 استريز انهبيتور مولكيول ده وحاجه اكسسبل. فالسي 4 ده هو اللي بيقوم بالدور ده. فانا هعمل السي 4، لو لقيت السي 4 قليل قليل يبقى انا كده عشان يبقى الكلام ببساطه في عن مشكله في السي 1 استريز انهبيتور مولكيول. وفي الغالب بنسبه كبيره انا ماشي في سكه الهيرديتري انجي اديم. بنسبه كبيره مش 100%. تمام كده؟ طيب هنمشي في السكه الاولانيه ان انا عملت فرضا ان الحاله جات لي مشيت بكل الخطوات عايز اتاكد بالانفستيجيشن عملت السي 4 طلع واطي. فالسي 4 طلع واطي انا ماشي في الغالب بنسبه ان في مشكله في السي 1 استريز انهبيتور مولكيول وغالبا انا ماشي في سكه الهيرديتري انجي دي. طيب ايه الخطوه اللي بعد كده؟ لو عملت احنا قلنا السي 4 طلع قليل، الخطوه اللي بعد كده عايز اعرف بقى هو هي هل دي السي 1 استريز انهبيتور ده هي هيرديتري ولا اكوايرد ولا ظروفها ايه؟ اروح عامل السي 1 كيو. كويس كده؟ انا السي 4 طلع قليل قمت عامل بعد كده الخطوه اللي بعد كده السي 1 كيو. لو لقيت السي 1 كيو نورمال يبقى انا كده هيرديتري. الكلام ده هنعيده وهزيده، وفي برضه حاجات منزلين جداول والكلام ده كله هنبقى نبعتها لكم ان شاء الله مفيش مشكله خالص. يبقى انا عملت السي 4 طلع قليل يبقى انا في الغالب في مشكله عندي في السي 1 استريز انهبيتور مولكيول. في الغالب اللي بيحصل المشكله دي بتبقى هيرديتري، ممكن على فكره تبقى اكوايرد بس فيري رير هنقولها برضه. لكن عايز اتاكد بقى ودي كلير قدامي الخطوه اللي بعد كده اروح عامل السي 1 كيو. لو لقيت السي 1 كيو ده نورمال يعني السي 4 قليل والسي 1 كيو نورمال يبقى انا في ريتري انجيو دي. خلصت كده خلاص. طب انهي واحد بقى ده تايب 1 ولا تايب 2 ولا تايب 3؟ سيبوها دلوقتي هنقولها بس نبقى عارفين انا ريتري انجي قديم، انا في سكه ريتري انجي قديمه بسكيدول بعلاج بقصه ثانيه خالص. حلو كده، يبقى عملت السي 4 طلع قليل قمت عامل السي 1 كيو بعدها طلع السي 1 كيو ده نورمال يبقى انا في سكه بنسبه كبيره بنسبه 95% انا في سكه هيرديتري انجي اديم. والهيرديتري انجي اديم بانواعها هنتكلم بس عشان ما نتلخبطش. طب افرض عملت السي 1 كيو ده طلع قليل هو كمان، يعني السي 4 قليل والسي 1 كيو قليل، يبقى هنا بقى في مشكله جامده قوي. دي اللي هي سكه بنسميها في مشكله في السي 1 استريز انهبيتور بس اكوايرد، اللي بيسموها اكوايرد deficiency of C1 استريز انهبيتور مولكيول. ودي حاجات كلها منيله، اوتو اميون بقى، لينف بروليتيف،
بلازما سيلز كرايسيس، حاجات بقى كلها مأساوية. ودي في الغالب ده لازم بقى يعمل له بقى ورك اب محترم وحوله بقى البطنة. والقصة دي الحمد لله هي رير، بس لو حصلت تبقى في المشكلة هنا عشان تبقوا فاهمينها برضو، بيحصل ان التيومرز او المشكلة دي بيحصل كونسامشن للسي 1 سي 1 ستريس انهبيتور مولكيول فبيتاكل، فتلاقي السي 4 والسي 1 كيو قليلين. ولو حصل يبقى العيان ده فيه عنده مشكلة ميجور، اوتو اميون او لينفو بروليفتيف او بلازما، حاجات كلها كوارث. لازم بقى ده قصه بقى، لازم اعمل له عرض بطنه، يبقى حد بطنه معايا واقول له والله ده انا شاك في حاجات كلها كده، ونبدا نعمل له ورك اب محترم، قصه تانيه. والحمد لله هي رير. لكن القصه اللي بيبقى اكتر معايا ان انا الاقي السي 4 ده قليل والاقي السي 1 كيو نورمال، يبقى القصه هنا دي ايه؟ هيريديتري انجي دي. طب اللي عارف الموضوع او اللي عنده فكره يقول لك طب ما هيريديتري انجي دي ما في ممكن تايب 1 وتايب 2 وتايب 3، اجلوها بس شويه معايا معلش. خلاص عرفنا لغايه كده الحته دي ماشيه ازاي؟ تمام. طيب فرضا انا جيت عملت السي 4 بقى اللي هو دون السكه الاول الثانيه بقى، لقيته نورمال ما تلاقوش، خلاص بقى يعني معنى كده ان في الغالب السي 1 السي 1 استريز انهبيتور مولكيول ده نورمال. القصه بتاعتي دي تعني ايه لو السي 4 دون نورمال؟ في الغالب عشان يعني ببساطه الحاله دي ايديوباثيك انجيوديما. انا مستبعد الدراج من الاول، الدراج داخل معانا على فكره، بس انا مستبعده من الاول خلاص، انا خلصت منه وخلصت منه واستبعدته. بدي في الغالب ايديوباثيك انجيوديما بعت. واحد هيقول لك لا، ما في ساعات الانجيوديما بتبقى السي 4 ده نورمال، ده تايب 3 وقلنا هنخليها على جنب دلوقتي. انا بنقول بنسبه 99% دي ايديوباثيك انجيوديما. طب الايديوباثيك انجيوديما دي بتاعت الهيستامين ولا بتاعت الكاينين؟ دي في الغالب ما اقدرش اعرفها الا من الريسبونس بتاع العلاج. الاشهر انها بتبقى الهيستامين الهيدروباثيك، الاشهر هيستامين، فهدي له بقى الانتي هيستامينيك وهنشوف العلاج دلوقتي. قليل قوي 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 تلاقي هيدروباثيك ميديتد بالبرادكاينين بس، تمام، لان هتبقى سكه البرادكاينين. تاني هنقول تاني، انا عارف الحته دي معلش يعني هي رخمه شويه وانا يعني قعدت كتير على ما حاولت المها كده، بس عشان تبقى الامور واضحه بحيث لو جات لك حاله بكره انجي دي ما انا اعرف اتصرف معاها كلينيكال، واعرف اطلب العيان ايه، وعارف انا عايز ايه بعد كده، يبقى في زي سكيمه في دماغي كده انا ماشي عليها. انا وصلت لغايه مرحله ان انا عايز بقى بالانفستيجيشن اشوف بقى انا في سكه هيريتري انجي اديما ولا اكوايرد ولا ايديوباثيك ولا ايه. قمت عامل السي 4 طلع نورمال في الغالب بنسبه كبيره دي ايديوباثيك، خلاص وقفت على كده طلع نورمال انا هقف على كده. طب طلع قليل يبقى الخطوه اللي بعد كده انا في الغالب قليل ده في الغالب هيريتري، بس لازم اعمل بعدها السي 1 كيو. طلع السي 1 كيو نورمال يعني انا عندي السي 4 قليل والسي 1 كيو نورمال، يبقى دي في الحالة دي بنسبة خلاص دي في الغالب هيرديتري انجي اديما بغض النظر عن النوع، سواء تايب 1 او تايب 3، تايب 1 او تايب 2، لان التايب 3 ده لوحده كده. طب افرض طلع السي 4 قليل والسي 1 كمان كيو قليل، يبقى في مشكلة في السي 1 ستريس انهبيتور بس اكوايرد، بنسميها كونسبشن للسي 1 ستريس انهبيتور، ودي بتبقى حاجات كلها كاتاستروف يعني، وحاجات مشكلة جامدة جدا جدا جدا. ماشي كده الكلام؟ لو في اي مشكله يعني وانا هقف وارد عليكم، ولو هعيد مفيش اي مشكله ان الحته دي بس معلش رخمه شويه. يبقى السي 4 نورمال دي في الغالب ايديوباثيك، السي 4 قليل والسي 1 كيو نورمال دي في الغالب هيرديتري سواء تايب 1 او تايب 2. لو السي 4 قليل والسي 1 كيو هو كمان قليل يبقى دي اكوايرد ديفيشنسي اوف سي 1 استريز انهبيتور مولكيول. وزي ما قلنا برضو عشان نبقى فاهمين ليه بعمل السي 4 ده، يعتبر ممثل او معبر عن السي 1 استريز انهبيتور مولكيول، حاجه اقدر اعرف اعمل سكريننج وتكون اكسسبل وموجوده ورخيصه. تمام كده؟ حلو. واحد بقى ممكن يسال الحته بقى يقول لك طب هيروتا انجي دي ما ده انهي نوع بقى؟ فيهم في نوعين من او في ثلاث انواع هقولها بس سريعا كده، مش هتفيدنا قوي ككلينيكال برزنتيشن او كمانجمنت على فكره، يعني مش هتفيدنا قوي بس هقولها برضو عشان اللي عايز اعرفها. الهيتا انجي ديما دي في منها نوع اولاني انما مشهور 85% من الحالات، ان السي 1 استريس انهبيتور مولكيول ده ناقص ككميه كليفل، ولو اقدر اعمله ومتاح عندي اعمل الليفل ده حلو قوي اتاكد خالص، بس مش متاح في كل المعامل وغالي جدا. والنوع الثاني الليفل نورمال بس الفانكشن بتاعته هي اللي فيها مشكله، فتيجي تعمل السي 1 استريز انهبيتور مولكيول تلاقيه نورمال بس فانكشن فيها مشكله. بس الحلاوه بقى في السي 4 ده ان هو في الحالتين بيطلع لك السي 4
عندي الكومبلمنت 4 عندي بيبقى قليل. في نوع تالت بقى، نوع رخم جدا من هيريتال انجيوديما، ده كله نورمال بقى، حتى السي 1 ستريس انهبيتور كويس في الفانكشن وكويس كل حاجه. امال المشكله في ايه بقى؟ في جينيتك ديفكت في الفاكتور 12. فاكرين الفاكتور 12 اللي قلناه في الاول؟ بيحصل فيه جينيتك ديفكت، لكن كل حاجه نورمال، وده نوع رير، فيري فيري رير، بس نبقى عارفينه عشان حتى كلام نظري لو اتسالت ايه هي التايبس بتاع الهيريتال انجيوديما. تايب 1 الاشهر الليفل او الكميه بتاعت السي 1 ستريس انهبيتور مولكيول ناقصه. تايب 2 الكميه كويسه بس الفانكشن مش مظبوطه. تايب 3 هو زي الفل بس فيه جينيتك ديفكت في فاكتور 12. ودايما نفتكر هيتري انجي قديمه يعني فيها ليها علاقه بالسي 1 استريز انهبيتور مولكيول، ليها علاقه بايه؟ بالبراديكاينين. ما ننساش الايه المولكيول ده، تمام كده. طيب انا اعالج ازاي بقى؟ يبقى احنا دلوقتي عرفنا كده واحنا ماشيين خطوه بخطوه كده، شخصنا واحنا ماشيين هي انجي قديمه مع ارتكاريا ولا انجي قديمه لوحدها. انجي قديمه مع ارتكاريا بقى هتعامل معاها زي حالات الارتكاريا. انجي ديما لوحدها استبعدت الحاجات الصغيره اللي هي ممكن تحصل كده وتكون لسه في فتره قريبه. دراجز ريليتد، وقفت دراجز وعرفت ان دي سبب الدراجز ووقفت لغايه الخطوه دي. سالت حاجات في الهيستوري كده شككتني شويه او عشان اشوف انا في سكه هرت الانجي ديما ولا لا، وعملت الانفستيجيشن. ففي الغالب بقى دلوقتي انا عندي لما اجي اعالج انا عندي في سكه هيريتري انجي ديما ولا اكوايرد انجي ديما نتيجه نقص في السي 1 استريز انهبيتور مولكيول ولا ايديو باسك. دول اللي فاضلين لي. انا استبعدت الانجيوديما مع ارتكاريا، استبعدت دراجز، استبعدت الفاكتور الصغيره اللي ممكن تواجده سواء مضاد الحفظ او الكلام ده كله. اتبقى عندي في العلاج بعد ما عملت الانفستيجيشن هما دول ثلاث انواع. الانفستيجيشن هتاكد لي طبعا، فانا عندي اما هيريتري انجيوديما او اكوارد انجيوديما نتيجه نقص السي 1 استريز انهبيتور اللي هي الحاجات المنيله زي ما زي ما قلنا، او ان تكون ايديو باسك انجيوديما. طيب نيجي بقى في الايديوباثيك عشان نخلص منها. الايديوباثيك معظم الحالات الايديوباثيك اللي حد فاكر بقى لو في الانفستيجيشن كان طالع ايه في الانفستيجيشن، كان طالع السي 4 بتاعي نورمال من الاول، وقفت لغايه كده وخلاص. خلي بالكم انا بمشي خطوات، ما ينفعش حاجه ان جي دي ما تيجي لي كده اروح اعمل لها سي 4 على طول. لازم امشي بالخطوات اللي قلنا عليها عشان انا طول ما انا ماشي بستبعد حاجات، انا في دماغي حاجات وعايز استبعدها بحيث يبقى لي في الاخر حاجات معينه. فالايديو باسك دي كل الحاجات مش موجوده وعملت له السي 4 طلع نورمال، ده في الغالب ايديو باسك. طب ايديو باسك بقى مديت بهستامين ولا برودكاينين؟ يعني بمعنى هل هي هيستامينرجيك ولا نون هيستامينرجيك؟ في الغالب معظم الحالات بتبقى هيستامينرجيك، وقلنا ان في منها بتبقى اسوشيتد مع الارتكاريا ودي استبعدتها من الاول، وفي بعض حالات قليله ممكن تبقى هيستامينرجيك مديت بالهستامين بس انجيوديما بس، دي هتستجيب لايه؟ لا انتي هيستامينك، تمام؟ للانتي هيستامينك. فالانتي هيستامينك زي ما احنا بقى بنمشي في الارتكاري اللي هم النون سيديتنج السكند او الثيرد جنريشن بالكومباينيشن بالفولدنج للدوز لغايه اربعه فولد، تمام؟ بالخطوط اللي احنا عارفينها كلها. وهنا بقى ممكن اعمل كومباينيشن مع الاتش 1 ريسبتور، ابدا اجرب مع العيانين، بس انا ماشي في سكه الانتي هيستامينك، ودول ممكن اديهم كورتيكوسترويد و و والكلام ده كله. خلي بالكم من حاجه، الانجي ديما لو جايه بسفوكيشن او لارنج ديما تحاول تطور على طول، مش هلحق اعمل، مش هقعد انا بقى اتكلم على العيان واقعد بقى اعمل الحاجات دي كلها والعيان بيموت. ده بيتحول لطوارئ على طول، وهنتكلم دلوقتي لو حاجه اكيوت في الهيريتري انجي عامل ازاي. لكن انا بتكلم عن الحاجات اللي هي جايه لك في العياده واللي بتتكرر عليا زي الصوره اللي شفناها كده. يبقى الايدي باثيك قلنا في الغالب بتبقى هيستامين ميديتد، ببدا فيها وبعمل زي ما بعمل مع الارتكاريا كده. افرض بقى مش مستجيب خالص وزودت الدوز وفور فولد وعملت كومباينيشن واديت كمان انتي ليكوتراين وكورتيكوسترويد ومش مستجيبه خالص، يبقى دي في الغالب ايدي باثيك بس مش مستجيبه، اللي بنسميها نون هيستامينرجيك انجي ايديما. دي بتبقى ماشيه في سكه البرادوكاينين مع ادويه البرادوكاينين اللي هنتكلم عليهم مع الهيريتا دلوقتي، تمام كده. يبقى خلصنا من الايديوباتيك دي، هيستامينرجيك الاشهر والنون هيستامينرجيك اللي هي مقصود بيها برادوكاينين ميديتد. طب لو اكوايرد انجي ايديما نتيجه السي 1 استريس انهبيتور اللي هي الحاجات اللي هي الكاتاستروف المنيله دي، هعالج السبب. وده في الغالب العيان ده بتبقى يعني البروتنوس بتاعه وحش جدا، بس لو عالجت السبب وقدرت اعالجه العيان هيخف، مع برضه ممكن بعض ادويه من اللي هديها مع الهيريتري انجي ديما، لكن اساس الموضوع عالج السبب. نيجي بقى للهيريتري انجي ديما، لان دي انا الهيريتري انجي ديما دي اول مره كنت اسمعها، كان من دكتور محترم الدكتور محمد البنهاوي، كان في مؤتمر من المؤتمرات يعني كان قالها واتكلم عليها، وكان برضو الاستاذ الدكتور محمود عبد الله كان قال عليها برضو محاضره جميله جدا.
مختلفة خالص، يعني قصة تانية خالص خالص بقى، ولا قصة ستيرويد ولا انتي هيستامينيك ولا أي حاجة. الهيريتري انجيديما أنا شخصتها حاجات في الكلينيكال، قربت لي الصورة شوية، والانفستيجيشن اتأكدت بيها. لو تفتكروا السي 4 كان قليل والسي 1 كيو كان نورمال، عايز بقى يعني تبقى مور ادفانس وتعرف تايب 1 وتايب 2، مش تفرق معايا في المانجمنت قد كده. الهيرت انجي دي لما اجي اعالجها بقسمها لثلاث حاجات في العلاج: اتاك اكيوت، اتاك جيالي. انا متشخص العينين دول بره على فكره، بيبقى معاك كده زي عارفين اللي هي الكارت اللي بتبقى مع مثلا العينين اللي هم عندهم الجلوكوز 6 فوز ديهيدروجين ديفيشنسي، او اللي هي بيسموها انواع الانيميا اللي هي بتيجي نتيجه الجلوكوز 6 فوسفيت ديهيدروجينيز دي، ومعاهم كارته كده بالادويه وبالاكل ومش عارف ايه. العيانين دول برضه بيبقى معاهم كده، برضه بقى معروف ان العيان دون هريت الانجي دي متشخص. ليه؟ لان العيان ده اللي جاله اتاك وراح الطوارئ، ولا هينفع معاه الابنفرين ولا كورتيكوسترويد ولا اي حاجه، هنشوف العلاج دلوقتي. فبقسم العيان ده في العلاج بتاعه. الكلام ده برضه ينفع حتى لو جه سؤال نظري ولا حاجه، تبقى انت عارف تتكلم عليه ازاي. قول في الاتاك، ديورنج اتاك، وشورت تيرم بروفلاكسز، ولونج تيرم بروفلاكس. ماشي. فنفترض ان العيان ده خلاص انا شخصته ان هو هيريترا انجي دي وجاله اتاك، هعالجه ازاي؟ العلاجات كتيره، في خمس انواع من العلاجات. اللي متاح في مصر واللي اقدر اكتبه واللي ممكن كده، ان انا انقله بلازما، فريش فروزن بلازما، مش هو الفيرست لاين بس ده المتاح اللي موجود. طب ليه ليه الفكره بتاعت فريش فروزن بلازما؟ مش احنا قلنا عادي ان هيريترا انجي دي ده في عنده مشكله في سي 1 استريز انهبيتور مولكيول، سواء ناقص في الكميه او الفانكشن مش مظبوطه، فانا بديله بلازما فيها كل حاجه بما فيها الايه السي 1 استريز انهبيتور مولكيول. بس في بيقولوا ان الكومبوننت الثاني مع البلازما ممكن نفسها تبقى مشكله، لكن ده المتاح. فلو عيان زي دون لما يجي لك وهو متشخص قديمه، الارجنت بالنسبه لي لو ما فيش حاجه عندي من المتاحه، الحاجات اللي هنقولها متاحه، يبقى هروح مديله على طول الفريش فلوزن بلازما. وفهمنا الفكره بتاعتها ايه. طيب لو اتكلمنا بقى عايزين علاجات مور سبيسيفيك وعلاج صح وهو بره بيدوه، ان انا ادي السي 1 استريز انهبيتور مولكيول ده ككونسنتريت او ريكومبرنت، هديه هو نفسه باي في انفيوجن، يعني هدي نفسه المولكيول نفسه كعلى كلوحه كده، اديه بانفيوجن، وده الاوقع تمام ان انا اعوضه. بس هو مش موجود هنا، فلكن هو بره موجود، اكسبنسيف جدا جدا جدا، وعلى فكره مستحضرات موجوده او منتجه من الشركات يعني، بس فيري فيري اكسبنسيف ان انا السي 1 استريز انهبيتور كمولكيول سواء ريكومبرنت او كونسنتريت. المهم ان انا بديه، مش هنخش في تفاصيل الجرعات ولا الكلام ده كله، لكن ان انا بديه بعوض النقص ده، وان ده اوقع، لو موجود يبقى احسن طبعا جدا. وفي تو دراجز تانيين اساميهم عجيبه شويه كده، بس برضو اعرفهم عشان حتى لو اتسالت فيهم او النظري او كده، برضو مش موجودين هنا، دورت عليهم حتى ما لقيتش معلومات انها موجوده في مصر، موجودين بره وفيري فيري اكسبنسيف. مش عايز اقول لكم في واحد فيهم مثلا 21000 دولار تقريبا. تمام، شوفوا بقى انتوا الدنيا عامله ازاي. ففي واحد فيهم اسمه ايكالانتايد. ايكالانتايد دون لو قلت لكم الميكانيزم بتاعته هنفهمها. ده بيشتغل ككاليكرين انهبيتور. الكاليكرين ده لو نفتكر، فاكرين ما كنا قلنا كده اللي هو الباثوي كده، نفتكر كلمه في كل واحده. الكاليكرين ده انزيم بيحول الكالينوجين الى برادكاينين، يعني الكاليكرين دون بيخليني بي له دور في ان انا احصل على البرادكاينين اللي هو الميديتور المرعب اللي شغال رئيسيا في الهيريتر انجي ديم. فانا ما امنع الكاليكرين ده يبقى انا منعت البرادكاينين، يبقى حليت المشكله. وفي ده نوع تاني، دواء تاني اسمه الاي كاتيبانت. اي كاتيبانت دون بيشتغل برادكاينين ريسبتور بلوكر، مفهومه طبعا ان قلنا برادكاينين هو ده الميديتور الاساسي في الهيريتر انجي ديما، هقفل له الريسبتور بتاعته. بس فيري فيري اكسبنسيف، مش موجودين، لكن بره بيدوه، وبيتاخد على فكره سبكوتينيوس انجكشن، ثلاث حقنات كده في ثلاث اماكن مختلفه، وبيتاخد في الاكيوت اتاك، وممكن بعد نص ساعه يتكرر تاني، وديتيلز كده. في بقى حاجه خمسه كمان ممكن في الحالات دي، ان انا ادي ترانكساميك اسيد. عارفين ترانكساميك اسيد اللي هو ايه؟ الكابرون. عارفين الكابرون له استخدامات في الجلديه عندنا كذا استخدام كده، ومن ضمن استخدامه ان انا ممكن استخدمه في بعض حد ممكن، بس مش بروفد قوي، مش ما هواش اللي هو الحاجه يعني القويه قوي، ان انا استخدم التراميك اسيد اللي هو الكابرون بالانجكشن، بان انا بديه في الاتاك نفسها، بس ملوش رول قوي. هو يمكن له رول بعد كده شويه نوعا ما في البروفلاكسس سواء الشورت تيرم او اللونج تيرم، لكن ممكن استخدم
الترينك ساميك اسيد اللي هو الكابرون، بديه بالاي في بجرعات كبيره قوي، ممكن 1 جرام ل 3 جرام كل 6 ساعات في الاتاك. لكن الاشهر لو رتبناهم كده، عيان هيريترا، انا بتكلم دلوقتي في المانجيو بتاع هيريترا انجيوديما، هيريترا انجيوديما جاله اتاك، مفيش بقى خلاص بقى كورتيكوستيرويد ولا ابنفرين، قعدت انها لغايه بكره الصبح. هي على فكره اتاك ممكن تريزولف لوحدها، لكن لو اكيوت اتاك ومأثره على الرينجيال اديما وعامله مشكله، لا ده انا هنا لازم بقى لو متاح عندي اللي اقدر اعمله ان انا ادي فريش رو بلازما، ولو قدرت اديله تراكسامك اسيد طبعا في المستشفى ومحجوز وبتعمله مونترنج ماشي. لو بره هم بيدوا السي 1 استريز انهبيتور كونسنتريت كاي في انفيوجن، او ادي الكالانتايد اللي هو كالكرين انهبيتور بيمنع تكون البرادكاينين، او ادي حاجه اسمها ايكاتيبانت ان هو برادكاينين ريسبتور بلوكر. طيب العيان ده فرضا مش في اتاك وانا عايز اعمل له شورت تيرم بروفلاكسس، خايف الاتاك تتكرر عليه ويخش لي في مشكله بعد كده. الشورت تيرم بروفلاكسس ده اقصد بيها ان انا عيان هيعمل حاجه عمليه، وفي الغالب بيركزوا قوي على عمليه الحاجات في الاسنان دنتال تروما او اي عمليه، وخايف ان التروما دي نفسها دكتور ابتسام. هو بالنسبه زي ما قلت لك، هو المتاح عندنا في فريش فروزن بلازما والكابرون، هو ده المتاح عندنا اللي ممكن اقدر اتصرف فيه. والله بقى لو حاجه وقدرت اجيبه من بره يعني ده حاجه تانية، لكن هو مش موجود. والله لو حد عنده معلومه ان هو فعلا موجود او يتوفر يا ريت يقول لي، انا دورت كتير في الموضوع ما لقيتش لا السي 1 ستريس نابتو كونسنتريت موجود ولا الكالانتايد ولا الاكاتي باند. لكن المتاح واللي لقيته ممكن نديه الاتاك هو ان انا انقله بلازما عشان اعوضه النقص او المشكله في الكونسنتريت ده، مع الترانكسام اسيد ممكن يساعد معايا. والميكانيزم بتاع الترانكسام اسيد ان هو بيحسن لي او بيقلل الكومبلمنت اكتيفيشن اللي بيعمل المشكله من الاول يعني. تمام؟ طيب نرجع تاني، البروفلاكسز بقصد بيها هنا يا دكتور مصطفى الانابوليك سترويد هنتكلم عليها، بيبقى ليها رول في الشورت تيرم بروفلاكسز حالا واللونج تيرم بروفلاكس. تمام كتر خيرك. الشورت تيرم بروفلاكسز اقصد بيها قبل عمليه، قبل دنتال بروسيدور، قبل اي حاجه، بخاف ان التروما دي نفسها بريسبتيت الاتاك. فالعيان ده بقى عامل احتياطي قبل العمليه بخمس ايام او سبع ايام، هنا بقى بديله ممكن اديله ترانكسامك اسيد جرعه كبيره شويه من 1 جرام ل 3 جرام كل 6 ساعات 5 ايام قبل العمليه ويومين بعد العمليه، او اديله انابوليك ستيرويد اللي هو الدانازول او الدانول، اسمه التجاري الدانول دانازول، ده حاجات من الانابوليك ستيرويد بيها اندروجين لايك يعني. ممكن اديه ممكن بديه بجرعات كل يوم من 400 ل 600 ملي جرام كل يوم لمده برضه 5 او 7 ايام قبل العمليه ويومين بعد العمليه، ده بيسموه شورت تيرم بروفلاكسس. شورت دكتوره هناء، والله انا سالت نفس السؤال ده، افرض جالي في الطوارئ وانا ما عنديش بلازما الحاله زي كده وانت متاكده انها ريتر انجي ديما، ما عنديش بلازما ولا عندك ترانكسامك اسيد، مش عارف بصراحه، ما اعرفش الوضع بقى عامل ازاي في العيان ده. هتعملي بقى اللي هو الميجرز بتاعت الاي ان تي، وانك تعملي ذا فيرست ايد ان انا اعمل سواء بقى تراكيستومي او ان انا مهم سيف الاير واي، بحيث ان انا اعمل الاوبستراكشن او اللي موجود دون الاديما دي احاول اريليف بطرق تانية. لكن هي البلازما والتراكسن اسيد هيبقوا موجودين يعني، هيبقوا متوفرين على الاقل نتصرف فيهم ونجيبهم يعني. يبقى بنتكلم دلوقتي في الشورت تيرم بروفلاكسز قبل العمليه، بدي العيان ده، وممكن على فكره دي له الكونسنتريت لو موجود برضه، لو موجود الكونسنتريت في الشورت تيرم بروفلاكسز كويس قوي. لكن لو الدنازول موجود والترانكسام اسيد موجود 5 ايام قبل العمليه او 7 ايام ويومين بعد العمليه، عشان اخلي بالي اجارد العيان انه ما يخشش في الاتاك. في حاجه اسمها لونج تيرم بروفلاكس اللي هو بقى العيان بيتكرر عليه الموضوع بكتير قوي 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 قوي، ممكن برضه اديله الدنازول او اديله الترانكسام اسيد فترات طويله، بس تخلي بالك الدنازول دون لو اندروجين لايك اكشن، او انابوليك استرويد لو سايد افكت كتير، خلي بالك من الليفر، خلي بالك من السي بي سي لانه بيعمل ثرومبوسايتوزس، تخلي بالك من البروستات، حاجات كتيره انفستيجيشن وليها قبل ما تديه، لو نويت تديه بليز ارجع للسايد افكت بتاعته وايه الحاجات اللي اديها، ما تديهوش كده تمشي العين عليه، لانه ممكن ساعات بعض الحاجات ريبورت انها تعمل هيباتوما في الليفر، ممكن بعض الحالات تاثر على البروستات، ممكن بعض الحالات تعمل ثرومبوسايتوزس وانكريز فيسكوستي، برضه نفس الكلام في اكسام اسيد انتي فايبروليتيك، لو العيان عنده اي مشكله ممكن ادخل العيان في ثرومبوس. تمام تمام دكتوره ريم، ده اللي كنت بقول عليه، ان حاله الريتال انجي ديما وما عنديش حاجه متاحه خالص، يبقى انا هتصرف
في العيان ده، لكن لو عندي متاح اتراكسامك اسيد او فريش رول هيساعد جدا معايا. تمام، شكرا دكتور ري. ده اللي احنا بنقول عليه لونج تيرم. يبقى انا حاله ريتا انجيديما هعالجها ازاي؟ ديورنج الاتاك، الخمس حاجات: فريش روسون بلازما، تراكسام اسيد متاح عندنا، او الكونسنتريت بتاع السي 1 استريز انهبيتور مولكيول، او الايكالانتايد او ايكاتيبات. الشورت البروفلاكسز، شورت تيرم بروفلاكسز قبل عمليه او لو في داخل عمليه او ستريس او الكلام ده كله، واشهرهم لو داخل عمليه الدانازول والترانكساميك اسيد، ولو عندك الكونسنتريت يبقى خير وبركه. اللونج تيرم بروفلاكسز اللي هو بقى فترات طويله عبر عليه كتير وخايف ان الموضوع، فعايز اقلل النمبرز اوف اتاكس، يبقى برضو عندي الدانازول والتريكسامكس. بس تخلي بالك من السايد افكت بتاعتهم قبل ما تديه، لازم اريفايز ايه هو الحاجات اللي اعملها انفستيجيشن. ده القصه يعني ببساطه، حاولنا نقول فروم كلينيكال بوينت اوف فيو حاله انجيو دي ما اتصرف معاها ازاي، وعرفنا ان انا في العلاج بعد ما الهيستوري والكلام ده كله عرفت الهيريديتري عليكها ازاي، الاكوايرد سي 1 ستريس انهبيتور اعالجه ازاي، والايديوباثيك ان انا حاطط في دماغي فيه هيستامينرجيك وفيه نون هيستامينرجيك. الايديوباثيك النون هيستامينرجيك في الغالب هتمشي مع السكه بتاعت الانجيوديما، لان في الغالب البرودكتين هو له دور. دكتور مصطفى ابو زيد، انا ربنا يكرمك يا باشا، منك والله دايما، وحضرتك يعني منورنا، والف شكر لحضرتك. خلاص كده، ده بالنسبه للانجيوديما. في سؤال بس كده، انا برضو وانا بدور وقريت في الموضوع، قريت في بولونيا وقريت في بولونيا كويس قوي المكتوب عنه كله، وقريت في بعض بيبرز كده وبعض جايد لاينز، وحاولت نلخص الموضوع. هل في دور للانفكشن؟ هيليكوباكتر بايلوراي، ثروت، الحاجات بتاعت الارتكاريا دي؟ ما لقيتش والله كلام ديفينتيف قوي او كلام مباشر هل ليها دايركت ريليشن ولا لا. اللي لقيته ان ممكن بعض الحاجات دي تبرسبتيت الاتاك بتاعت الريتا انجيوديما، وفي ناس قالوا ان هي ممكن نفسها زي ما هي بيبقى لها دور في كرونيك ارتكاري ممكن يبقى لها انجيوديما. فبيقول لك لو موجوده وحاجه ايفيدنت قدامك عالجها، اخلص منها يعني بس مش بروفن 100% ان هي سبب رئيسي وانت كده ارتحت. يعني الجرعه الدنازول والحاجات دي هبعتها لكم، هحطها في PDF كده وابعتها لكم، عشان هي يعني عمري ما هحفظها ولا تحفظوها، تبقى موجوده عندكم كده ترجعوا لها في وقت اللزوم. حاضر دكتور هدير ان شاء الله. تمام كده، دي القصه كلها. حته بقى صغيره خالص في 10 دقائق كده، لو جينا بقى في الاول خالص ولقيت ان الانجيوديما دي معاها ارتكاري، بقت انجيوديما وذ ارتكاري، يبقى هتصرف معاها ازاي؟ زي حالات الارتكاريا، عشان بس دكتور مينا ما يزعلش، لان هو كان بيقول يا ريت معاها ارتكاريا، فهنقول والله نجيب سيرتها كده بس ايه سريعا، ان الاحاد لو هتصرف فيها زي ما بتصرف في ارتكاريا. اتصرف في ارتكاريا ازاي؟ ان انا اول حاجه فيها سريعا خالص يعني اعرف الديوريشن بتاعتها زي ما دكتور مصطفى علمنا واساتذتنا علمونا دايما. الديوريشن بتاعتها هل هي 6 اسابيع اقل ولا اكتر؟ لو اقل من 6 اسابيع يبقى دي اكيوت ودي لها سكيدول، وبتبقى في الغالب بتبقى حاجات كلها سيلف ليميتد وبتعامل معاها بتبقى سهله. القصه كلها لو هي اكتر من 6 اسابيع يبقى دي في حاله كرونيك ارتكاريا، ودي ببدا ان انا عشان اقول والله دي الاول اشوف بقى هل هي بقى فيزيكال ولا نون فيزيكال، بسال في الهيستوري ليها ريليشن بالكولد، ليها ريليشن بالبريشر، بالستريس، بالجو، بالكلام ده كله. عشان فيزيكال لا مش فيزيكال يبقى دي في الغالب بنسميها سبونتينيوس كرونيك سبونتينيوس ارتكاريا. الكرونيك سبونتينيوس ارتكاريا قبل ما اقول عليها ان هي ملهاش سبب لازم بعمل شويه انفستيجيشن. كنا قلنا انها قبل كده بعمل سي بي سي، بعمل يورين وستول، بعمل اي اس ار انتي نيوكلير انتي بودي، بعمل ثايرويد فانكشن تي اس اتش وثايرويد اوتو انتي بودي الثايروجلوبلين والبير اوكسيديز، بعمل هيركوباكتر بايلوراي، ممكن اي جي اي، وفي الغالبيه بعد كده ممكن ايديوباثيك. يبقى ببساطه كده بمشي في سكه الايه ارتكاري. مش عايز اطول عليكم عشان انا عارف ان خلاص الدنيا يعني الانجيو دي ما خدت بما فيه الكفايه. لقيت معاها ارتكاري يبقى انا بمشي في سكه زي ما بمشي في الارتكاري بالظبط، اقل من 6 اسابيع دي اكيوت، اكتر من 6 اسابيع دي كرونيك. المده بتاعتها هل هي الكرونيك دي تقعد لها ساعتين ولا حاجه؟ في الغالب فيزيكال، مع الحاجات اللي بسال على الحاجات بقى الكولد وي والكلام ده كلها فيزيكال ايجنت. لا ده من ساعتين ل 24 ساعه، فاكتر من 24 ساعه دي ارتكاري فاسكولايتس يعني. 24 ساعة
دي في الغالب مش فيزيكال، دي في الغالب تبقى سبونتينيوس، مش فيزيكال انديوز يعني سبونتينيوس. قبل ما اقول ده اللي ملهاش سبب، بعمل انفستيجيشن، قلناهم الحاجات اللي هي الروتين اللي هي سي بي سي واليورين وستول واي اس ار وانتي نيوكلر عشان اوتو اميون، الثيرويد ما ننساهاش، والهيلكوباكتر دي مهمه قوي، والساعات الاي جي اي كمان. تمام كده، وبمشي في نفس السكه بتاع العلاج الارتكاري، فيرست لاين انتي هيستامينيك نون سيديتنج اب تو فور فولد، ما جابتش النتيجه. نون سيديتنج طبعا اللي هو نون سيديتنج سكند جنريشن ما جابتش نتيجه، بكومباين انتي ليكوتراين ما جابتش نتيجه، سايكلوسبورين سايكلوسبرين ما جابتش نتيجه، يبقى عندي الاوماليزيوماب اللي هو الزولير بالكرعات بتاعته 150 300، سواء بديه مرتين في الشهر او مره في الشهر لمده 3 شهور، بس بمشي على الاربعه جايد لاينز او الاربعه لاينز دول. في بقى حاجه كمان في الكرونيك ارتكاريا بالمره، طالما جبنا سيرتها، بيبر موجوده سنه 2015، بيبر هنديه عن استخدام البي ار بي في حالات الكرونيك ارتكاريا. طبعا الكلام ده مش اف تي ابروفد، ولا الكلام ده موجود في الجايد لاينز ولا اي حاجه، عشان ما حدش يقول لك انت ده، بس كلام بيبر منشوره وموجوده. وكان الدكتوره معانا، النايبه معانا مروه محسن، قالت لي عليها، وكان معانا حاله يعني زوج حكيمه معانا كان عنده كرونيك سبونتينس ارتكاريا متعبه جدا 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 جدا، خد كل حاجه ممكن تتخيلها. فكان اللي فاضل بقى معانا سايكلوسبورين، كان اكسبنسيف وزولار اكسبنسيف جدا. فبصراحة بدأنا نجرب فيه، نجرب معاه يعني دي، وعلى بيز علمي، مش من ما احناش كده حاجة يعني كده، كانت بيبر موجودة، بيبر منشور 2015، كانت في جورنال انديان جورنال في درماتولوجي على ما أظن، وجربناها معاها وكان جاي معاها نتيجة كويسة. إن شاء الله هنبقى نقول لكم تطوراتها، بس كحاجة في النص كده. وعرفت إن في بعض أساتذة في مصر بيعملوها البي آر بي بطريقة فصل معينة في كرونيك ارتكاريا، هيبقى ليها إن شاء الله يمكن وقت تاني، بس لما تبقى في داتا عندنا ونعمل كده كلام محترم وكلام ساينتفك اكتر نكلمكم عليها ان شاء الله. كده احنا خلصنا موضوعنا، لو في حاجه عند اي تعديلات او في حاجه مشكله او في حاجه قلتها مش مظبوطه او كده، يا ريت قولوا لي، سواء على البوست هنا او ابعتوا لي او اي حاجه. في حد عنده اي مشاكل برضو يقول لي، في حد عنده اي تعديل او حاجه مش موافق عليها يقول لي، ويا رب يكون في استفاده. ويا رب النقطه دي، انا عارف النقطه دي في حته يعني في شارع ضلمه شويه، فيا ريت ان يكون الدنيا نورت شويه، وعرفنا على الأقل الدنيا بتبقى أقدر أمشي فيها إزاي. تمام دكتور مصطفى، يعني حضرتك منورنا، احنا قلنا النقطة دي واتكلمنا عليها بالتفصيل فعلا، الإيس إنهبتور والنون استرويدال قلناها الحمد لله غطيناها، وكويس إن احنا غطيناها الحمد لله. جزاك الله خير دكتور مصطفى، ربنا يكرمك يا باشا. لو يعني كده ان شاء الله احنا خلصنا، ونشوفكم دايما على خير، ونشكر تاني دكتوره ابتسام على انها كانت تريجر للموضوع دون، ويا رب يكون في استفاده، والسلام عليكم.